اقول لك ابو ايمان منو مرضان مسافر قتلوني هذا الولد هذا وعدنا العائله قلبه شلت طلبوا قذيفه هو بيت قدام الباب مستني قذيفه وموتته من الباب انا اسمع والله ما جبتها من عباده السود ترى معالج والله انا على ابو هذا اسود اللي ازدحى حط لي عليها نار لا كل دور لي اياها معنا ابو الاسود هو لبسنا اياه ابو الاسود شليمون يحرق الله ان شاء الله حرقوني يا ابوي حرقوني يا ابوي كنت جاي دم معانا بعد فرحة حرقوني يا ابوي حرقوني يا ابوي حرق قلبه ان شاء الله حرقوني يا ابوي ما اشتغل النار فيه استني اصحابي لو اللي كانوا لابسين اياهم شبنتي والله موتونا ابني قتلوا بجسمونا يا على بطنه ما يقدر يتحرك بس مشى الصلاة ليش ما صلى يا يابا عندي بنت ضياتها ويلي ماشي هذا خلي من الشيخان. ذكاء ربيون.